احنا كنا تامن عالم، بعد كده سابع عالم، دلوقتي رابع عالم، يعتبر عالم لان دي بطولة قوية جدا. ان شاء الله المرحلة الجاية المفروض احنا حاطين امل ان احنا ان شاء الله تبقى فيها ميدالية في كاس العالم. وكاس العالم طبعا ماتشات اكتر من الاولمبياد، فان شاء الله هنعمل حاجه تفرح الناس اكتر يعني. واحنا دايما بنحط هدف قبلها بكتير يعني، احنا كنا حاطين هدف الاولمبياد من 3 سنين ولا حاجه. بس طب خلينا كابتن علي نخرج لفاصل وترجعوا لنا مره تانية عشان نبدا حديثنا مع نجمنا الكبير في كل كواليس حياته وكل كواليس بطولاته.